احسن بريباراتور فيزيك في العالم ماشي في المغرب. اكيد كان خاصنا اليوم نديروا رد فعل. اللعابه ما قصروش رغم صعوبه المقابله والاهداف اللي قبلناها، لكن اللعابه ظهروا شخصيه البطل نتاع العام الفارط لازم تكون ديما موجوده، ظهرناها وكانت ريمونتادا وبحول الله اليوم بدا تصحيح المسار في البطوله. بالنسبه للشامبيونز ليغ الحمد لله وصلنا للبوزيتيف نتاعنا، ولكن احسن بريباراتور فيزيك في العالم ماشي في المغرب، ان شاء الله ان شاء الله الاوبجيكتيف اللي حطيناهم في اول السنه نوصلوا لهم في اخر السنه، مازال المشوار طويل. ما كتشوفش المقابلات ديال الشامبيونز ليغ اثرت سلبيا على مردود بدني على الفريق؟ اكيد رحلات طويله، كان عندنا افكتيف فيه 12 لاعب هما اللي ندوروا فيهم، اكيد رحلات طويله مع ماتشات فيهم قيمه كبيره بالنسبه للنادي وبالنسبه للاعبين هي الشامبيونز ليغ، اكيد باش يكون فما تاثير صغير، لكن الحمد لله شفنا اليوم اللي اللاعبين استرجعوا كامل لياقتهم، وبحول الله من هنا قادما باش يكون ديما الاداء كما باغينه الجماهير ان شاء الله.